الزملاء الأعزاء الأصدقاء المجالين الإخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان، أحييكم بكل تحية تحبونها. صباح الخير، مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم تكون حياتكم سعيدة هانئة حيثما كنتم أينما كنتم في هذا العالم الغريب الأطوار. ما زلت أشدد على أنفسنا جميعا أن الكورونا ليست شيء يستهان به. قد تخدعكم بعض الحكومات ولا تعلن عن الأرقام الحقيقية التي تصيب أبناء شعوبها، ولكنها حقيقة دامغة، حقيقة دامغة. أنا في هذا الأسبوع، يعني يوم الجمعة الماضية، توفت ابنة خالي كذلك التي ذهبت من آثار الكورونا. فطبعا الكورونا حصدت كثير جدا من أحبابي وأصدقائي زي ما ذكرت لكم قبل كده. فلا تستهينوا بها حتى ولو كنتم شباب مفتولي العضلات وأقوياء وأصحاء. فهو فيروس وهو فيروس فهو فيروس. بالنسبة لمحاضرة اليوم، ليس لها دخل بالكورونا ولكن لها دخل للحيوانات، فأنا بعتذر الحيوانات عذرا أو اعتذارا كبيرا، وهتكلم في لماذا أنا بعتذر لهؤلاء الحيوانات بعموميتهم أو للطيور. الرسم اللي أنا رسمته ده يعني هشرحه بعدين، لكن في الأول أنا بشكر الأخت الأستاذة آية أبو زينب، ادعو لها ان ربنا يشفيها اليوم لانها مريضه شويه ولها تماثل للشفاء، ومع ذلك جت المكتب علشان تكون معكم النهارده في العرض الشرائحي هذا. دايما لما نيجي نغضب او من شخص معين، فدايما نشتمه نقول له يا حمار او يا كلب او يا بومه او يا بهيم او يا بهيمه أو يا جحش أو يا جحش أو يا بغلة أو يا بغلة أو يا خنزير يا خنزير يا حلوف يا حلوفة، دايما كده. طب وش دخل الحيوانات دول بإنسان بيغلط؟ مش دخلهم أيضا؟ يعني كل ما ألاقي حد بيغلط أقوم أقول له أنت يا موسى، يا موسى عملت لك إيه؟ خلينا بقى نخش في وظائف هذه الحيوانات التي كلفها الله سبحانه وتعالى، كلفها امرأة سبحانه وتعالى بها، ونشوف هل هم أكثر التزاما بها أم البشر لما ربنا خلقهم كبشر قبل أن ننعت البشر المخطئ بأنه حمار أو بغل أو كلب أو بهيمة أو جاموسة أو عجل أو ثور أو كل هذه الأشياء، أو خنزير أو حلوف أو تيس أو معزة إلى آخره إلى آخره. البهيمة هي إيه في اللغة العربية؟ البهيمة حيوان بإطلاقه، يعني إيه؟ وهي كل ذات أربع قوائم من دواب البحر ما عدا السباع، وذكرت في القرآن الكريم. الكلب والذي هو أكثر إخلاصا لصاحبه من كثير من أبناء البشر، من كثير من أبناء البشر. فالكلب قد لا يخون، هو لا يخون ولا ينافق، ويدافع عن صاحبه حتى الموت، وأن كلفه هذا الدفاع حياته، وذكر في القرآن أيضا. الجحش والجحشة دول اسم اللي هو الحمار الصغير، أما الحمار هو أكثر المخلوقات التزاما، تنفيذ ما كلف به من مهام شاقة، تعلمه الطريق بتاعه يمشي فيه، وهو أشد جلدا في حمل المشقات من الكثيرين من أبناء البشر من أمثاله. أما البغل فهو نتاج زواج الأنثى الحصان مع الحمار، الحمار طبعا بيحب أنثى الحصان، فهو قوي العضلات سريع الحركة له صبر الحمير وقوة الفرس، وهو حيوان عقيم وله مقاومة عالية للأمراض، يستعمل في الجيوش لنقل الأحمال الثقيلة في المناطق الجبلية الوعرة وذات الطرق الغير سالكة والتي قد تصعب على أحدث وسائل النقل الحديثة. شفت ربنا خلقه إزاي؟ عشان عارف إن في نوع من أنواع الجبال والطرق الصعبة دي لن تستطيع أن تمر فيها التكنولوجيا الحديثة. وهو حيوان عنيد جدا، ربنا علمنا ان هو عنيد. يعني ايه؟ كلما يقسو عليه سائسي، عندما يقسو عليه سائسي وهو سائر في اعالي الجبال، تعب بيعمل ايه؟ بيرمي الحمل على ظهره وينتحر، يقوم رامي نفسه من فوق الجبل، وذكر ايضا في القران.
اللي هم البغال والحمير. النغل اللي هو نتاج زواج مين بقى؟ أنثى الحمار بذكر الحصان. وطبعا أكثر صفاته بياخدها من الإيه؟ من الحمار. يبقى في نغل وفي بغل. شفت اللغة العربية جميلة إزاي؟ البقرة والجاموسة والعجل والثور دول قريبين في الصفات لبعضهم البعض. ويستخدمون في جر العربات، المحرات، تدوير الطاحونة والرحى وإدارة الساقية، ويستفاد من الحليب بتاعهم بتاع البقرة والجاموسة، واللحوم والجلود والأحشاء، حتى الدم والرغط بتاعهم. وذكرت البقرة والعجل في القرآن الكريم كذلك. التيس وذكر الماعز، وله القدرة على التلقيح خلاص، وإنتاج اللبن أيضا، عنده درع يطلع منه اللبن. واستفاد منه قدر استفادتنا من البقرة والجاموسة والعجول والثلام في اللحوم، كذلك في الألبان والجلود إلى آخره. الماعز هي أنثى التيس، واستفاد من كل شيء فيها فيما عدا في عائلات البقر والتيس، يعني نفس اللي احنا ايه بنستفيد منه للحوم والجلود وكل هذه الأشياء يعني. الألبان. الخنزير ليه فوائد وفيه مضار، ربنا سبحانه وتعالى حرمه على المسلمين، وانتفع أبناء الديانات الأخرى بلحومه ودهونه وكل حاجات فيه، دخلوا كل الاشياء دي في بعض الاطعمه. ومن فوائده ايضا انه بياكل كل القذرات اللي في الارض، فبيطهر الارض. ها فده اللي هو الخنزير اللي احنا عارفينه اللي هو الخنزير. اما الحلوف هو الخنزير البري. الخنزير البري طبعا بعض الديانات الاخرى بتاكل لحوم هذه الحيوانات، احنا لا ما بناكلهاش كمسلمين. واستفاد من شعر الخنزير البري ده في عمل فرش بتاعت الشعر، وعمل اللي هي الفرش بتاعت الطلاق اللي هو ايه يعني ايه الدهان. طيب ليه انا بذكر كل هذه الاشياء؟ لان كل هذه المخلوقات وغيرها مكلفه بامرين. الامر الاول هو خدمه الانسان وخدمه الطبيعه وخدمه البيئه. الامر الثاني عباده الله سبحانه وتعالى. وهي قائمة على هذين الأمرين، مكلفة أكثر مما يقوم بهما الإنسان كمثل أنا. أذكر لكم بعض الآيات القرآنية اللي منها: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، يعني كل دابة في السماوات وفي الأرض تسجد لله سبحانه وتعالى وهم لا يستكبرون. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني كله بعموميات، كله 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 الغدو والأطفال. الأخيرة بقى الآية اللي هقراها دلوقتي من سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الاثنين، والشمس ثلاثة، والقمر أربعة، والنجوم خمسة، والجبال ستة، والشجر سبعة، والدواب. كل دول بيسجدوا بعمومياتهم شمولياتهم، وكثير من الناس وليس كل الناس، يعني شوفنا حتى كل المخلوقات دي كلها في جهة كلهم بيسجدوا يعبدون حق عبادته، وكثير من الناس ليس كل الناس من يعبدون الله سبحانه حق عبادته كما يعبد هذه المخلوقات، وكثير منهم وكثير حق العذاب من الناس طبعا. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما شاء. يعني هنا لما نشوف الآيات القرآنية تذكر مدى حرص هذه المخلوقات على عبادة الله. وإحنا حينما يخطئ الإنسان نصفه بإحدى هذه الحيوانات التي هي ملتزمة أكثر منه بعبادة الله. الصورة دي كنا إحنا وإحنا صغيرين عندنا حاجات بنعملها. دي راجل نايم زي ما أنتم شايفين هو، وعند راسه في ذبابة ووراه في دبة، والدبه دي ماسكه في ايدها حجر. طبعا في بعض الناس لخبطوا في الحجر دي كله. طبعا الراجل ده نايم تحت الشجره، شاب صغير، فهي من حبها في هذا الرجل هتلقي الحجر على الايه؟ الذبابه عشان تطير. كنا احنا صغيرين بنقول ايه؟ في اغنيه كده بنقولها: الدبه وقعت في البير وصاحبها هو راجل واحد، راجل واحد خنزير، ما فاتش عليكم الديب والديب السحلاوي. طبعا انا مش عارف السحلاوي يعني ايه. فات فات وفي ديره سبع دفات. ده كنا اغنيه بنغنيها. وبعدين في مقوله كنا بنقولها واحنا صغيرين: الدبه اللي قتلت صاحبها. ودي الدبه اللي قتلت صاحبها. طب انا ليه بتكلم على الدبه اللي قتلت صاحبها؟
هتكلم فيها بعدين، بس طبعا حطيت الصورة بدري كده عشان ايه نفوق شوية من كتر الايه الآيات والحاجات دي كلها. نشوف الطيور والحيوانات قالت ايه عن البشر. ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا سليمان منطق الطير، عارفهم بيتكلموا ازاي والحيوانات بتتكلم ازاي، كل هذه الاشياء. ففي قصه لسليمان عليه السلام مع 4 عصافير، فقال لي اللي حواليه انت عارفين العصافير العشرة دول بيقولوا ايه؟ قالوا ايه؟ قال الاول بيقول يا ليت الخلق لم يخلقوا، يا ريتهم ما اتخلقوا، ما ربنا خلقهم. والتاني بيقول وليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، يعني ربنا ما خلقهم هم عرفوا ليه ربنا خلقهم. والعصفور الثالث بيقول ايه؟ يا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، يا ليتهم لما عرفوا هم اتخلقوا ليه؟ ها؟ عملوا بما علموا. اما الرابع بقى، وده كان اكتر حاجه صعبه جدا من العصفور الرابع ده، وليتهم لما علموا بما لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. يبقى الاولانيه والثانيه والثالثه حوار، هم شايفين البشر شايفين يعني مطلعين على اعمالهم كلها، اخلصوا فيما عملوا. ده كان حوار العصافير اللي ربنا اطلع عليه سيدنا سليمان عليه السلام. وفي يوم كان قاعد برضك كده وبص لقى فيه بلبل بيغرد ويحرك راسه وديله، فقال لي حاول، عارفين البلبل ده بيقول ايه يا رجاله؟ قال له لا، الله ورسوله اعلم عليه السلام. قال يقول هذا البلبل اكلت نصف تمره نصف بلحه فعلى الدنيا العفاء، يعني خلاص دي بالنسبه لي يعتبر شيء ما في بعد اي حاجه ثانيه خالص. وفي حمامه ناحت قاعد تنوح كده، وسليمان قال لهم هي بتقول ليت هذه الخلائق لم تخلق، يعني الحمام بيقول كده والعصافير بتقول كده. من أقوال العلماء فيما كان يقوله سليمان عليه السلام من كلمة كتبها الأستاذ علي الكومي بالريفرنس موجود تحت، بيقول إيه تاني؟ الحمام بيقول إيه بقى؟ بيقول استعدوا للموت وابنوا الخراب، يعني أنت بتبنوا الخراب بس استعدوا للموت. الطاووس بيقول لك إيه؟ ما تفعل مهما تفعل تجزى بيه، كل شيء بتعمله هيكون تجازى عليه. الهدهد بيقول من يرحم الناس يرحمه الله سبحانه وتعالى. الأبابيل من العصافير بتقول قدموا الأعمال الصالحة تجدوها عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى، في الكتاب بتاعكم. الحمامة بتقول سبحان رب الأعلى ملء السماء ملء إيه؟ سمائه وأرضيه. القطة والقطة بتقول إيه؟ من يسكت يسلم بس في بقكم. البغبغان بيقول إيه؟ ويل لمن الدنيا همه. فإيه ده البغبغان؟ احنا ساعات بنقول للناس ما تبقاش تتكلم زي البغبغان كده، البغبغان سامعك. الديك بيقول ايه؟ ايها الغافل عن ذكر الله اذكر الله. ضفدعة بتقول ايه؟ سبحان ربي القدوس. العصفور بيقول استغفروا ايها الآثمون. الحدقة ان الطائر حدقة كل شيء نهاية الا وجهه. كثير جدا في مقولات سليمان، طبعا اصدق هذه المقولات وغيرها لان ربنا سبحانه وتعالى علمه منطق الطير. طبعا احنا عارفين قصه سيدنا سليمان مع النمله ومع الهدهد. الرسول حتى صلى الله عليه وسلم ليه قصه ثانيه مع الجمل. هنقولها، الحديث مش موجود هنا. طيب، يعني دخل مره تكالوا الانصار في يوم من الايام من الجمل بتاعهم اللي هم كانوا بيعملوا على السقايه، اصبح تحول كالوحش الكاسر واصبح كالكلب. فراحوا استاكدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انا عايز اخش اكلم الجمل ده. قالوا بس ده اسوء من الكلب، ما لكوش دعوه. فلما دخل في الحائط اللي هو الحائط اللي هو الايه الضيعه او العزبه او الارض الخضراء دي كلها اللي فيها الجمل، اول الجمل ما شافه من غير ما يكلمه الجمل سجد للرسول صلى الله عليه وسلم وناخ له، فقرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم
وتحدث إلي وسمع شكوى الجمل. فقال: أين صاحب الجمل؟ فجي شاب صغير من الأنصار، قال له: أنا يا رسول الله. قال له: الجمل يشتكي أول حاجة سوء معاملتك له، نمرة واحد. نمرة اثنين يعني قسوتك، شدة العمل الذي يقوم به، يعني عمل كتير وانت كمان سيء في التعامل معه. فالجمل اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم. فليه احنا يا شباب لما نيجي نشتم البشر بنسميهم باسماء الحيوانات؟ قلنا نعرفهم باسماء يا جاموسة، يا بقرة، يا بغلة، يا عجلة، يا حمارة. ليه؟ او يا حمار، سوري. يعني اتعكدت كثير لمن لا يقومون من البشر بأدوارهم في الحياة، كان عدونا الآخرين من أبناء البشر بأسماء من يقومون بأدوارهم في حياتهم، إيه الحيوانات. يعني أنا حمار، سهل جدا، أنا بمشي في الطريق بتاعي ملتزم بعبد الله سبحانه وتعالى. ليه لما أنت صاحبك يغلط تقول لي يا حمار بغل؟ طب البغل عملك إيه؟ ده البغل بيروح أماكن أنت بتكنولوجيتك ما بتعرفش تطلع. فهذه الحيوانات دائما يقومون بأدوارهم الكلام اللي الله سبحانه وتعالى بها، وكذلك بتكون عابدة شاكرة مهللة مسبحة مكبرة لعظمة الخالق سبحانه وتعالى راجعة رحمة. وربنا خلقهم عشان خدمة الإنسان، لكن الإنسان ظلوم جهول. طب انا بتكلم كل الموضوع ده، يعني واحد من صحابي كده قال لي: طب انت الموضوع ده هتتكلم فيه ليه؟ يعني ايه الموضوع؟ يعني نشتم الحيوانات؟ طب انت مالك؟ الحيوانات اشتكت لك؟ انت محامي الحيوانات؟ انا قلت له لا. يوم من الايام بدات اقرا بعض التعليقات لقرارات اخذها بعض الرؤساء العظماء المتفحلصين المتفصلحين المتأنتخين المتفزلكين المنبطحين اللي كل فيهم حين حين حين، قرارات عملوها هم ووزرائهم تجاه أبناء شعوبهم الفقراء والضعفاء والمساكين وإننا حينت لهم. فوجدت أن المجموعة الحاكمة دي جهلة لا تبالي معاناة أبناء شعوبهم من المحتاجين المشردين. قلت له كده المساكين، قال لي: إزاي ما بيخلوش بالهم؟ قلت له: الزعماء دول والوزراء دول عايزين يطبقوا حاجات بالحرف نجحت في دول متقدمة بالضبط. هات لي من دي يا جون، وهات لي من دي يا جورج، وهات لي من دي يا ايه يا مش عارف يا 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 سوزي او الى اخره، من غير ما ياخدوا في الاعتبار ايه بقى. والكلام ده كان في نقاش بيني وبين احد زملائي في التسعينات والقرن الماضي بدون ذكر اسم الدولة العربية. ناس راحت امريكا قال عايزين نبني عمارات زي دي وطرق زي دي. انت يعني العمارات دي تعمل بايه؟ كل عمارة لها ثقافة معينة، لأن تحت الصحابة اعتبار لهذه عمل ايه؟ عمل الزمن الجغرافية الثقافية اللي في البلاد التانية اللي أصبحت متقدمة دلوقتي، السياسية الأخلاقية التعليمية المجتمعية. هم مين الناس دول؟ حتى سرعة الزمن اللي بيطبقوا فيه ها؟ على طول كده هم عملوا كده وبقت حمايه حلوه. طب هات زيهم بالظبط. وده زي ما شبهتهم في المسرح بكده في الصوره زي الدبه اللي كنا بنغنيها واحنا غنينا الدبه وقعت في البير وصاحبها واحد خنزير مفتش عليك والديب الديب السحلاوي فات وفديله سبع زفات، او الدبه اللي قتلت صاحبها. التصرفات دي ما بتختلفش تماما. هم الرؤساء دول والملوك دول والوزراء دول والامراء دول عن اللي عملته الدبة، لأنهم عملوا بدون دراية لا تصحبها. فصاحبي قال لي: الله، ليه؟ لماذا؟ قلت له: في كذا سبب. أول حاجة إن هؤلاء الرؤساء والوزراء بيؤمنوا إن الحلول لابد تكون تيجي من بره، لابد تيجي من بره. إلى الآن، إلى يومنا هذا. نمرة واحد. نمرة اثنين، إن الكفاءات البشرية المحلية عندهم ما تصلحش.
ما تصلحش. ده كنت زمان نسمع واحد يقول لك ايه يا جماعه، انتوا بلادكم ما تنفعش هيك تحطوا فيها الديمقراطيه، لسه بدري عليكم واحنا هنحكمكم. طب انت مين؟ نمره اثنين. نمره ثلاثه، حبهم الشديد الغريب لكل فكر اجنبي، خاصه اذا جه من الغرب، والانتماء للمجموعه بتاعتهم. انا نفسي ابقى زيهم. زي ما انا قلت مره في المرات، كان في كده ملحق ثقافي هنا في بريطانيا كان بيمشي ويقول للشباب اللي بيدرسوا دكتوراه وماجستير، يقول لهم انا عايزكم لما تنزلوا بلدكم الناس هم شايفينكم ماشيين في الشارع يقولوا دول جايين من بلد من. طب ازاي؟ ازاي يعني هيقولوا؟ انا مثلا انا اتعلمت في بريطانيا، اتعلمت في فرنسا، اتعلمت في بلجيكا، ده يعني انا ماشي في الشارع رايح ابص كده، الله انت جاي من بلجيكا، الله انت جاي من بريطانيا، الله انت جاي من امريكا، ازاي؟ شوف شوف التخلف والانهزام العقيدي والفكري والثقافي. انبتاعهم لثقافة الآخرين مسلمات، أي حاجة تيجي من هنا مسلم فيها، خاصة إذا كانت ثقافة غربية من دول متقدمة. هم أصلا ما عندهمش أي انتماء وطني لبلدهم نفسه. أنا في أستاذ كان بيدرس لنا زمان ذكر اسمه، خلاني أحتقره أشد احتقار. قال لنا في جلسة من الجلسات كده، أنا اتجوزت بنت لواء، صلاة النبي أحسن، مفيش مشكلة، على عيننا وراسنا. واتكلم عن أبوه وأمه الفلاحين بطريقة مقيتة ومهينة. لو كان الأمر بيدي ساعتها لكنت فعلت بيه الأفعال. ولما رحت أنا ومراتي أحد الدول الأوروبية في كهف من الكهوف، شفنا الرقص اللي هناك، رقص الكانكان الفرنسي، كان بترقص في بلد اسمها اسبانيا. فبينقلنا من إهانة أمه وأبوه إلى انبطاح ورقص الكانكان. الراجل ده حب يسقطني في الامتحان. ليه؟ لأن أنا ما كنتش بقرأ من الكتب بتاعته، ولان انا في يوم من الايام استعملت حقي بقى ان انا دافع عن احد زملائي الازهريين. انا متخرج من كليه الطب جامعه الازهر، دخلت متاخر السكشن بتاعه، كنت بقى بتكلم مع بعض الزملاء في الخارج، شافني كده بطرف عينه ودخلته. فاهم؟ دخل قعدت في اخر صف، قلت طالب الازهري، والازهريين ده بقى الناس محترمين جدا ومؤدبين مش زي حالاتنا احنا بتوع الثانويه العامه، رفع ايده عشان يتكلم، وبص له كده عرف انه ازهري فنهره وقال له اقعد. وفضل السؤال بتاعه قبل ما يتكلم. انا طبعا متذكرا القصه اللي قالها على ابو امه واهانته لزميلي الازهري، قمت رافع ايدي، قال لي اتفضل، احنا عايزين نسمع السؤال بتاع زميلنا. بص لي بصه فيها شر شرور وشرار. قال لي حاضر، اتفضل يا فلان. الراجل زميلي قام، انا ما سمعتش السؤال، لكن يوم ما جيت امتحن الشفوي في الماده دي الراجل ده دخلني اخر ممتحن، بالرغم ان انا كنت انا اول طالب اصل، اكتشف ان انا ما بقراش من الكتاب بتاعه. قال لي انت بتاخد دروس خصوصيه؟ قلت له لا. المهم جدال جدال جدال، اجاوبت على كل الاسئله فسقطني في الشفوي. ولولا ان كانت الماده الكتابه التحريري فجيت فيه عاليه جدا كنت سقطت، ومع ذلك جبت جيد جدا في الماده دي. عارف الرجل، هذا الرجل الذي ليس له اصل لانه شتم ابوه وامه، يجي للدفعه اللي بعدين يذكر لهم الواقع اللي حصل بيني ومن ولد اسمه هاني البنا، قال كذا 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 وانا سقطته. تخيل، لان انا احتقرت فيه انه يعتز برأس الكنكان وبنت اللواء. انا ما عنديش مشكله في الالف اللواء، في اللواء ولا الجنرال ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ويحتقر ابوهم الفلاحين، دي قتلتني. المهم نرجع تاني، انبطاحهم من ثقافه الاخرين، عدم وجود انتماء وطني لديهم، ده مجتمعاتهم وثقافاتهم الى اخره الى اخره الى اخره.
التسرع في قطف الثمار، هم يعتقدون أن هذه كل الحلول اللي جاية من بره دي هي أحسن لمجتمعاتهم. عدم إدراكهم بمدى معاناة الشعوب، مش عايشين مع الشعب، منفصلين عن الشعب، عندهم حوائز، عايشين في كتل أسمنتية. وعدم إدراكهم كذلك بمدى معاناة الشعوب الأخرى، يعني مثلا في أوروبا دخلوا في حروب من أول القرن العشرين مدمرة لغاية منتصف القرن العشرين، أجهزت على مئات المدن وعشرات الملايين من البشر، وبعدين اتفقوا بعد كده عشان يبنوا اوروبا مره ثانيه. تواصل المواصله دي مش عارفين هم دي وصلت ازاي. عدم درايتهم هؤلاء الزعماء المفقهين دول المنتخين للمدن الزمنيه وعدد المحاولات التشاركيه بين المسؤولين في الدول دي، ازاي هم حاولوا مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره وعدوا شعب وعدوا أفراد وعدوا كفاءات تستطيع أنها تحقق أحلامهم. عدم فهمهم لمعنى الحريات والمساحات التي وجب عليهم توفيرها لأبناء شعوبهم. لا، ما فيش حرية، لو أتكلم دول حشرونا قبل أن يطلبوا منهم اتباع قوانين المستوردة عليهم. عدم مقدرتهم على تطبيق المعايير الأخلاقية المجتمعية مع مواطني مجتمعاتهم. أنت عايز ابني مجتمع العربي او الصيني او كذا يتبعك، لازم تحترمه، احترام، تقدير، تفعيل، تمكين، استماع، المشاركه، المرجعيه، المحاسبيه، الشفافيه، اقامه العداله الاجتماعيه، المساواه، الاحسان وغيرها، الاخلاقيات طبقت في الدول اللي اصبحت متقدمه. انا فهمهم معنى كلمه الديمقراطيه او الشورى، هي تشاور واستفتاء واشراك الشعوب في اخذ القرار. عدم إلمامهم بين الآخرين اللي بيعيشوا داخل الدول دي، دولهم مدنية مش عسكرية أو دكتاتورية أو أمنية أو التلاتة لما اختلطوا مع بعض يعمل لك إيه؟ طبخة ملوخية بالتقلية والحلو مهلبية. هم كده مش فاهمين حاجة. دي دول أصبحت مدنية، أصبح الرئيس فيها يستمع لمجالس النيابية أو لمجالس النيابية، أصبح الوزير فيها يحاسب على الدرهم والدينار وليس هو ربنا الأعلى. دول مدنية، ال13 عدم تشجيعهم، يكرهوا العلم والعلماء، ما يحبوش حد جنبهم يبقى عالم ابدا، فبيعملوا قوانين تجعل العلماء دول يهجروا بلادهم. عدم تشجيعهم من العلم والعلماء، البحث والدراسات، تحليل والتطبيق، المشاورات وابداء الراي والاراء في مجتمعاتهم، هذه احنا شايفينها راسيه منزله من سماء القائد المنقذ المعجزه لأراضين الشعوب المنفذة. فالشعوب ليس لها رأي ولا صوت ولا وجهة نظر. عدم وجود هوية وطنية لهم. فالكثيرين يتمنون أن تكون هويتهم أو هويات مجتمعاتهم هي نفس التي تتمتع بها المجتمعات الأخرى. يعني مرة من المرات أحد هؤلاء الملحقين الثقافيين والمشاركين الثقافيين قال إيه؟ يا شباب العري مش حرام، لأن أنا أعتبر أن الإنسان الرجل الذكر إذا مشي عريانا بلبوصا فإن الأعضاء التناسلية بتاعته الذكرية أو الأنثوية تعتبر زي مناخيري، ما الفرق ما بين مناخيري هذه والعضو الذكر؟ المناخير عضو والعضو التناسلي عضو. هذا كان فكر مستشار ثقافي كان بيعلم شباب، تخيل. أن تكتشف مجتمعاتهم أنهم هم الأجانب حقا، هم أصلا مندسين على هذه المجتمعات، هم من صنعاهم الأعداء وزرعوهم في داخل هذه المجتمعات، هم ليسوا من أبناء الدين ولا أبناء الوطن.
صاحبي قال لي ايه تاني؟ ازاي نعرف بقى ده بقى؟ انت بتتكلم كده كلام كله طلاسم معايا، ازاي بقى نعرف؟ هي إيه، مخمخه ولا تنظير؟ قلت له نقول التالي، نراقب بقى. نراقب ايه؟ فلسفه الخطابات المجتمعيه بتاعتهم. اللي بتقول ايه؟ التي لا تنادي المواطنين بالانتماء لتاريخهم وقيمهم وعقيدتهم، لا 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 مش كده ابدا، ثقافتهم. ودايما لما يبدوا الخطاب بتاعتهم يقولوا انتم مش نحن، انتم انتم يا مثلا يا مواطنين الدوله الفلانيه. طب وانت منين؟ غلطة اللسان دي بتدل على ان الشخص ده هل هو من ابناء الوطن ولا لا؟ ليه هو او هي فصل نفسها عن الوطن؟ ان يحول مجتمعاتهم المنتجه هذه، وكل المجتمعات اللي بتكلم عنها في العالم العربي مجتمعات منتجه والاسلامي. هي مستهلكه لحساب من؟ دول ومؤسسات اخرى. تحت ذريعه العولمه او ذريعه السوق الايه؟ المفتوح. أنا شكك في ثوابت مجتمعية الأصيلة والأساسية زي الدين، القيم والثقافة والعقائد المختلفة والتقاليد والعادات اللي هي فيها مندوحات تبنى بها المجتمعات، وقدرات الشعوب وثقافتها الأخلاقية. يستعين بالقبضة الحديدية زي ما أنا قلت، سواء كانت أمنية أو عسكرية، ويصرف 70-80% من مال الشعب على آلات تقهر الشعب. يكون المصطلحات اللي بيستمعوها بيتكلموا بيها ركيكه تافهه وفيها من البلاهه ما تجعل الانسان يتقيأ على من يتفوه بها. تكون سياستهم اخافه المجتمع، الاخافه الدائمه، تقسيم المجتمعات، تشتيت المجتمعات، ومراقبه المواطنين بعضهم للبعض. يبقى الجار بيراقب جار. ان تصبح حكوماتهم طارده، حكومتهم وقوانينهم وسياساتهم هي القوة الطاردة الأولى لمين؟ العلماء والمفكرين والباحثين والمبدعين والمعارضين والسياسيين والقادة المجتمعيين والمهنيين، كل ده هيسيبه الوطن. والمهنيين والأكاديميين، ونحن بنعتبرهم الأفراد الحرجين اللي بيكونوا الكتل الحرجة. مين بقى بقى في بلد اللي هي الغالبيات الصامتة؟ هم يكونوا سعداء بوجود غالبيات صامتة في المجتمع. يحول الوطن لسجن فسيح ليس له جدران، يخيف أبنائه أو أبنائه بعضهم بعض. يقتلوا الإبداع والابتكار والاختراع والمبادرات المجتمعية التي تقوم بها أبناء الوطن. خلاص ما فيش إبداع، خلي الناس خايفة، خايفة تتكلم مع نفسها. يحول الدولة إلى دولة مركزية مطلقة، وتصبح قيود وابعاد واداره مجتمعاتها في يد الزعيم الاول. عارفين على فكره زمان كان في واحد كده يبقى قاعد في المسرح ماسك الايه؟ الخيوط بتاعت الايه؟ العرايس دي في لف ايديه. او ابناء الحزب المتغلب يتحالفوا مع مثلتهم من الدول الباطشه الدكتاتوريه الغاشمه الاخرى، ويزينون اعمالهم لبعضهم البعض. وغير ذلك الاشياء دي كلها. ده بس جاوبت ايه لزميلي ببعض هذه الاشياء، ازاي نعرفهم؟ طب ازاي نتصرف معاهم؟ طيب هؤلاء المفسدين الذين يظنون انهم يحسنون الصنع، ازاي نتصرف معاهم؟ هم هيكونوا هنتصرف معاهم احد اربع منطقيات. 1-2-3-4. الاولى انهم جهلاء ومش عارفين هم بيعملوا ايه، لكنهم نيتهم حسن. خلاص دي نمره واحد. نمره اثنين انهم عارفين تماما وبينفذوه عشان مصالحهم الشخصيه، بدون سيء النيه. خلاص. الثالثه انهم عملاء لمخططات اجنبيه تريد ان تطيح بالبلاد، بدون سيء النيه، بالاولانيه حسن النيه، واثنين وثلاثه سيء النيه. الرابعه هم يدركوا ما يقومون به وليس لهم فيه مصلحه شخصيه، ولكنهم يطبقونه لانهم اتوا باربطه حلوله دول اخرى.
دول نعتبرهم برضك حسن النية، ان هم مش حي كل يوم فيهم مصلحة، لكن بيقاتلوا على فكرهم ايه بيؤمنوا بيه. يبقى الاول حسن النية، والرابع حسن النية، اما الثاني والثالث سيء النية. طيب صاحبي قال لي ايه بقى، طب ازاي اتعامل معاهم المجموعتين دول، اثنين حسن النية واثنين سيء النية؟ انا قلت له ان كانوا من اهل حسن النية هي المجموعة الاولى والرابعة، فعلينا نتعامل معهم كالتالي في 13 نقطة. نتقرب منهم، نكسب ثقتهم، نحاول مشاركتهم في وضع هذه الحلول من خلال منظور وطني عام وليس تابع لفكر معين او حزب معين او جماعة معينة. نجعلهم يأمنوا بالمشاركة المجتمعية معهم، نناقشهم في حلولهم ما نهاجمهاش، نعرض عليهم بدائل. لما سبعة ناخد ما هو الأنسب من حلولهم ونكمله بوجهة نظرنا احنا، مش كل حاجة بيجيبوها وحشة، أكيد في حاجات كويسة. نقدم الاحترام والتقدير لهم لأنهم عملوا مجهود، تعلموا، عايزين يبذلوا، عايزين يخدموا الوطن. نجعلهم يتبوؤون الصدارة في المجالس وما نسفهش أحلامهم ولا آرائهم، لأن احنا نكون موجودين كده. اتفضل اتكلموا عن القضية بتاعتكم واحنا معهم. نشعرهم بأنهم أصحاب الفكرة وأصحاب الحلول كذلك واحنا معاهم. الاتفاق معهم على خريطة أو خرائط طريق لتنفيذ هذه الحلول ومتابعتها سويا، ففي بيننا بينهم شراكة. نقنع المجتمع بالحلول بتاعتهم. احنا بنقعد مع بعض ونتدافع في إخراج أحسن الحلول، طبعا نفهم إن احنا هم نواياهم حسنة، يبقى نطلع هذا الحل الجديد بعد التدافع بيننا وبين والتشاور معهم. لما 13 حاطتهم نخلي مجموعه من الشباب يحيطوا بيهم عشان ينشروا ارائهم المعدله وبرامجهم المعدله ويدفعوا بها للامام. ده اللي هو مع المجموعه اللي هي تعتبر المجموعه اللي هي حسنه النيه. طب والمجموعه الثانيه والثالثه اللي هم سيئي النيه؟ ما نبداش بمحاربتهم على الملأ ابدا. نمرة اتنين نحاول نناقشهم. نمرة تلاتة نعرف خيوط وخطط نواياهم السيئة. ما ينفعش انت تخش كده في حاجة مش عارف ابعادها فين وخيوطها فين. نمرة اربعة يكون عندنا حلول بديلة او مكملة لبعض حلولهم. قد يكون في جزء من حلولهم جيد. لكن نتكلم عن النوايا دلوقتي السيئة. نعمل شراكات مجتمعية لينا احنا مع مجاميع كتيرة جدا في المجتمع، عشان دي هتساعدنا في المستقبل. امتى بقى؟ لما هؤلاء الناس حطوا وجود واجهات يعني دامية، ان كان الحل هو مواجهة لابد انت تحيط نفسك بشركاء كتر. نمرة ستة تركيز على كيفية توجيه خطاب اعلامي مجتمعي. انت شخصيا كصاحب فكر وعارف ان دول سيئ النية، ايه هو خطابك المجتمعي؟ الخطاب الإعلامي يا أبناء المجتمع. الخطاب ده هيكون فيه هيعرف فيه وجهات النظر الأخرى وفيه ما هو مصلحة الوطن والمواطن دون السب أو الشتم أو التنكيل. يعني لو دخلت في هذه حالة السب نمرة سبعة أن نحاول جاهدين تقصي الحقائق مش تتبع الظنيات. الله ده أصل أنا سمعت من مين؟ من فلان، وفلان سمع من مين؟ من فلان، كله ظنيات. محاولة اكتساب القواعد الشعبية العريضة للمجتمع اللي هم مين؟ احنا دايما بنغفلهم اللي هم النساء والشباب، واللي أهم من كده كبار السن المتقاعدين في البيوت. كيف نواجه لهم الخطاب الإعلامي الذي يرفع من وعيهم المجتمعي؟ لما تسعى كان الأمر بقى في مواجهة بقى، ومواجهة هتكون مش محمود عواقبها، فعلينا أن نحسب حسابات هذه المواجهة، سواء كان حسابات عواقبها مجتمعية، مادية، أدبية، سياسية، اقتصادية، فكرية، أمنية إلى آخره. لأن أمنية معناها إيه؟ إن كل هؤلاء هيضعفون المواطن أو هيعذبوا وشرط. واخدين بالكم؟ ليه صاحبي جالي مره ثانيه وقال لي طب ليه كل ده؟
انها قد تؤدي هذه المواجهات الى ثورات او انقلابات سياسيه، زي احنا شفناها في اماكن كثيره جدا. قد لا نستطيع التعامل مع اثرها داخل الوطن. كذلك علينا ايجاد الطرق والسبل لحمايه ابناء مسيرتنا والدفاع عنهم، خاصه ان تفاقمت الامور الى احداث الحرج والمرج. المجتمع من الغوغائيين الاعلاميين وغيرهم من سحره فرعون والذين يوظفونهم للقيام بها. يبقى شوف دول 9 نقاط مهمين جدا. نمرة 10 معرفه الدول العميقه او الدول العميقه اللي بتحركهم وراهم تساعدهم من الخارج، في دول عميقه في الداخل، في دول عميقه في الخارج. نمرة 11 ان نعرف في حاله المواجهه تاني ان المعركه ليست جوله واحده بل هي جولات قد تمتد الى اجيال متعاقبه. نمرة 12 ان نربي اجيال من الشباب قادرين على فهم هذه المنظومات المدمره لمجتمعاتنا وكيفيه التعامل. دول 12 نقطه في التعامل مع اللي هي اصحاب النوايا السيئه. في قبل كده انا قلت مع حسن النيه في 13 نقطه. طيب كلمت انا كل الكلام الكبير ده التخين ده اللي انتم سمعتوه، طب بقى رسالتي للشباب بقى في الاخر. انا استعرضت معاكم مسيرات متعدده داخل سياق هذه المحاضره. اولها واهمها كيف احترم الدين الاسلامي كافه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لابد ان تعتزوا بدينكم سواء كان دين اسلامي او مسيحي الى اخره، ما عنديش مشكله. أنا كيف احترم الدين الاسلامي؟ بس انا بدافع عن ديني، من حقنا ندافع عن ديني، حقنا نعتز بدين صوت. كيف احترم الدين الاسلامي كافه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لخدمه الانسان والانسانيه؟ نمرة 1. ولم يكتفي الدين الاسلامي بهذا القدر فقط، بل بين لنا في القران الكريم وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدى حرصه على كافه المخلوقات في امور عده اساسيه. ايه هي بقى؟ اخلاص هذه المخلوقات بالعباده، اتقانهم في المهام المكلفين بها الخالق، اقرار ليس فقط مبدا حقوق الانسان بل مبدا حقوق الحيوان والطير ايضا. كل هذا هو احد المسيرات اللي لابد ان نعتز بها. نمرة 2 ثانيهما سوء معاملة البشر اللي بعضهم البعض، صح؟ من جهة، ومن جهة أخرى سوء معاملتهم من الخلقات الأخرى، زي ما الجمل اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل نعت الإنسان المسيء ده زي حالاتي أنا لما نعمل حاجة زي الزفت بأنه بغل أو عجل أو طور أو حمار إلى آخره. المخلوقات الأخرى التي تقوم بإيه؟ بأدوارها على أكمل وجه. مش دخل الحمار والكلب والطور في اللي انا بعمل بيه خطا. ثالثها راي يعني المخلوقات الاخرى فيه. الجمل قال ايه؟ والعصفور قال ايه؟ والحدايه قالت ايه؟ والهدهد قال ايه؟ والبلبل قال ايه؟ كل هؤلاء فيهم فينا. رابعها اساءة المسؤولين في هذه البلاد من الزعماء استخدام سلطتهم التنفيذيه وظلمهم لابناء شعوبهم سواء كان هذا بحسن نيه. نمرة 5 أو 5 كيفية التعامل مع المسؤولين سيء النية وحسن النية. طيب دي اللي أنا استعرضته مع الشباب اللي هم الخمس أشياء دول. مالكم؟ أما رسالتي لكم يا شباب شو يا شباب النبي، فإن محاور العمل المجتمعي ترتكز على ثوابت أساسية. وأنا حطيت هنا كم ثابت؟ 10 ثوابت. أولها مجاهدة النفس وتزكيتها ومراجعة أدائها أداء الندب. دي نمرة 1 شئنا أم أبينا، هي دي نمرة 1. نمرة 2 الإيمان المجتمعي، والإيمان كذا نوع من أنواع التنمية، إيمان عقيدي، إيمان ثقافي، إيمان ديني، في إيمان مجتمعي إلى آخره. الإيمان المجتمعي بأبعاده المجتمعية والعقيدية. المجتمعي شكله إيه؟ ومعرفة تشكيلاته المختلفة وثقافاته وقيمه وأخلاقياته وتواريخه وفلسفاته الفكرية. الحاجات كلها لازم إيه نؤمن بيها. نمرة 3 الحلول المجتمعية المتاحة قد تبدو لنا والوعي الأولى إنها بسيطة وسهلة اللي ممكن نعملها. أبدا أبدا أبدا، هي على العكس تماما. زادت
قدم وأعمار المجتمعات كلما ازدادت تشابكاتها وتركيبتها وتعقيدتها، وازداد محاولة حلول مشاكلها تعقيدا وتركيبا وتشابكا. فكلما ازدادت قدم وأعمار المجتمعات كلما ازدادت تشابكاتها تركيبا وتعقيدا، ومن ثم أصبح تنفيذ الحلول تنفيذ حلول مشاكلها أكثر تعقيدا. طيب. أربعة، الصبر. ما فيش أبدا عمل من غير صبر، والتخطيط والصبر تصبر من صفات الأنبياء، الصبر والاستبار، الصبر والتخطيط والمعايشة، المعايشة مع المجتمع وأصحاب التجارب وأصحاب العلوم أصحاب الخبرات، المعايشة المجتمعية والخبرات المعرفية، ودي بتعتبر كل هذه الأشياء متلازمة أساسية معك عملية لحل المشاكل المجتمعية. خلاص. نمرة خمسة، العلم والتعلم لابد يكون موجود، والسعي والمثابرة والفشل والنجاح والتضحية والبذل، ودي متلازمة أخرى، متلازمة نمرة أربعة، متلازمة نمرة خمسة. نمرة ستة، عليكم يا شباب ألا تنسوا أن الأخلاق والأخلاقات متلازمة ثالثة. يعني كانت ثلاث متلازمات دلوقتي. نمرة سبعة، الأخلاق منها طبعا. إن أردتم أن تستعملوا حلولا نجحت في مجتمعات متقدمة زي المجتمعات الغربية، فعليكم أن تدرسوا عوامل نجاحها، ها، مبنية على إيه؟ ثقافة هذه الشعوب، قيم هذه الشعوب، خبرات هذه الشعوب، أخلاقيات هذه الشعوب المجتمعات قبل أن تنفذها في المجتمعات. فإن نجحت هناك ليه؟ وإن كان الحل هو أن نستعمل بعضها، فعليكم أو علينا أن نكيف هذه الحلول بمعايير مجتمعاتنا المحلية أولا. ما تجيبهاش كده زي ما قلت في أول الكلام، هات لي اعمل لي زي دي وهاتها في بلدي. نمرة 8، دي أيضا أحد المتلازمات الأخرى، اهتموا باكتشاف ما بالأطفال من الصغر ونموها لهم، واستفيدوا من تجارب الشعوب النامية كذلك، مش الشعوب اللي هي أصبحت متقدمة وناجحة، نامية زينا الناجحة التي مرت بنفس أو قريبا من ظروف مجتمعاتك زي رواندا زي ماليزيا زي سنغافورة إلى آخره وغيرهم زي البرازيل. ودي متلازمة أخرى اللي هو اكتشاف مواهب الأطفال وتحويل المواهب إلى عمل تربوي، عمل تربوي وعمل إيه تاني يا رب تربوي وعمل تعليمي. لما تسعى، اعلموا تمام العلم أن مراحل البناء عديدة، الفزعة والهبة والغوث والطمأنة والتأهيل والتدريب والتمكين المجتمعي والبدء في عادة مراحل البناء والتنمية والاستدامة والاستقرار والفكر والابتكار والاختراع والابداع وغيرها، وتظل عجلة البناء مستمرة ما دام في مجتمع يبقى في بناء، طالما في مجتمع يبقى لابد يكون في بناء. نمرة 10، لن ينجح، ودي المتلازمة الرئيسية، ونعتبر ان كل هؤلاء العشر نقاط هم متلازمات، حطوهم كده كلهم متلازمات. لن ينجح أي إصلاح مجتمعي أو بناء مجتمعي إلا إذا تحققت في مدنية الدولة وتوفرت في مساحات الحريات لكافة المواطنين، وهذه هي المتلازمة الرئيسية والقاعدة الرئيسية للخروج من منها. ولكن يا شباب أن تعوا أن البناء مسيرة لا تتوقف صناعة أطوار مساراتها، مسيرة لا تتوقف صناعة أطوار مساراتها. وعلموا أنني معكم منذ الخطوة الأولى، لأن صناعة مسيرة البناء هي صناعة مسيرة حياة الشعوب.
متطلبات الشعوب ليس لها نهاية، إن عزمتم فنتوكل على الله. أنا أشكركم لحسن استماعكم، وندعو لبنتنا آية أبو زينب بالشفاء، يعني تحملت على نفسها وأتت المكتب معنا اليوم في التسجيل، وإن شاء الله يكون ده في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.